خلينا فوزي، كنت بتكلم الحقيقه على بطوله دوري ابطال، ومش جديد الحقيقه على النادي الاهلي ان هو لما بيوصل نهائي صعب قوي انها تخرج من ايده يعني. الحمد لله طبعا على البطوله. اي بطوله لافريقيا الحمد لله بتبقى مؤثره في تاريخ النادي الاهلي. للاسف النادي الاهلي، انا كان ليا تصريح معاك هنا السنه اللي فاتت بعد البطوله، قلت احنا ما بنعرفش نفرح. كان التصريح ده يمكن جمهور النادي الاهلي ما بيعرفش يفرح عكس الانديه الثانيه. قلت كده تحديدا عشان احنا بندور على اللي بعده. انا واحد من الجمهور على فكره، وبدور على اللي بعده يعني. انا مش قصدي انما النادي الاهلي طبيعي يعني، بنشوف يعني ردود افعال الجمهور. قال لك ال 13. ايوه بالظبط. فانا برضو هقول كلمه مهمه جدا، ان للاسف النادي الاهلي خلانا نزعل على اللي يضيع مننا اكتر ما نفرح باللي احنا بنجيبه. بمعنى ان احنا بنزعل على لو بطوله ضاعت مننا قوي، وبنحزن قوي ويعني بنتاثر قوي. انما البطوله اللي احنا بنكسبها ما بنفرحش بيها قوي، لان احنا على طول بنقلب الصفحه وبندور على اللي بعدها. فده بقى يعني ايه زي ما بيقولوا كده كلام كبير. اللي يفهمه يعني تماما. فعلا فعلا احنا بنزعل على لا ما بيزعلش والله، بس احنا فعلا بنزعل على اللي بيضيع مننا قوي. ولما بنكسب وبناخد بطوله الحمد لله الفرح ما بياخدش اكتر من حجمه، عشان كده بنقدر نركز في اللي بعده. واعتقد دي اللعيبه عارفه حدودها. ايوه بالظبط بالظبط بالظبط. حتى احنا كجماهير بتزق من النهارده، خلصت النهارده انت بتزق وتفتح الصفحه اللي بعدها، وان شاء الله ان شاء الله نتقابل في اول بطوله بعد الدسته ان شاء الله. تمام. زي السنه دي. طيب هستاذن.